نستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن اليوم في الإسلام يبدأ من غروب الشمس، والدليل على ذلك أنه متى ثبت الشهر برؤية الهلال أو بتمام العدة فقد بدأ اليوم. بدأ اليوم الأول في الشهر، فمنذ تم تمام العدة 30 يوما من شعبان، وبدأت هذه الليلة بدخول المغرب بغروب الشمس، فنحن الآن في رمضان. فإذا ما ثبت هلال شوال في أول ليلة منه بثبوت الرؤية رؤية الهلال أو بتمام العدة من شهر رمضان، فقد بدأ الشوال، وعليه فلا تجد الناس يصلون في المساجد صلاة التراويح. لم نصم شيئا بعد، ونسأل الله أن ييسر لنا الصيام والقيام وعمل الخير، وأن يتقبل منا أجمعين. ومع ذلك فنحن نصلي القيام، لأن هذه هي أول ليلة من ليالي شهر رمضان. فينبغي ألا يفرط الإنسان المسلم الحريص على طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر، ولا يربط العبد المؤمن الحريص على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين صيامه وقيامه، فيحسب ظنا منه أنه ما دام لم يصم بعد فإن الشهر لم يبدأ، كما هو الوهم الذي يتوهمه كثير من الخلق بأن اليوم في الإسلام إنما يبدأ بطلوع الفجر. ولكن يبدأ اليوم في الإسلام، وهو عند الإطلاق يشمل النهار والليل، يبدأ اليوم في الإسلام بغروب الشمس كما مر ذكره. وأما الذي يبدأ بطلوع الفجر فهو النهار وليس اليوم. وأما اليوم أول يوم في رمضان نحن فيه الآن بفضل الله جلت قدرته، ونحن في أول ليلة منه، حتى يشملنا حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلينا أن نصلي القيام في هذه الليلة، وإن لم نصم شيئا بعد نسأل الله أن ييسر لنا جميع الطاعات. فهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه التفاتا صحيحا. أمر آخر ينبغي أن نلتفت إليه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. ومعلوم أن ذلك إنما هو في الصوم الواجب، وأما في صيام النفل فإن الإنسان يمكن أن يبيت النية من الليل، ويمكن أن ينشئ النية بالنهار، كما كان يحدث مع النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كان يصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير نية الصيام، فإذا سأل أهله: هل عندكم شيء؟ فقالوا: لا. قال: فإني صائم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون مبيتا لنية الصيام من الليل، وإنما ينشئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم النية بالنهار عندما يسأل عن طعام هنالك يتقوت به، وعن طعام يكون له فطورا، فلا يجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت النبوة بل في أبيات النبوة لا يجد من ذلك شيئا، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني صائم.
هذا فرق جوهري بين الصوم الواجب وصوم التطوع. الصوم الذي يتطوع به الإنسان لله تبارك وتعالى من عند نفسه من غير أن يكون مفروضا عليه. صوم رمضان هو ركن من أركان الإسلام وهو واجب من واجباته العظام، فعلينا أن نجتهد في تبييت النية من الليل. لم يختلف العلماء في وجوب تبييت النية لصوم رمضان، وإنما الذي اختلفوا فيه هو هل تكفي نية واحدة للشهر كله، أم يجب أن ينوي الإنسان في كل ليلة لليوم الذي يأتي بعد. هذا هو الذي اختلفوا فيه. وأما أن يكون الإنسان مبيتا لنية الصيام من الليل، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء رحمة الله عليه. فعلينا أن نبيت النية، نية الصيام، سواء كان هذا الأمر على قول من يقول إنها نية واحدة للشهر كله، أم على قول من يقول إنه يجب علينا أن يبيت الإنسان النية، نية الصيام، صيام رمضان في كل ليلة. والنية لا تكون بالتلفظ، يعني لا يتلفظ الإنسان إذا أراد أن يصوم بلفظ ظاهر تسمعه أذناه فيقول نويت أن أصوم غدا يوم كذا من رمضان، وإنما هو ينوي بقلبه بينه وبين ربه جل وعلا. ويقول العلماء إن الإنسان إذا قام من أجل أن يتسحر فهي نية، إذا قام الإنسان يتسحر فهذه نية. فعلينا أن نجتهد في تبييت النية للصيام. وخروجا من الخلاف بين أهل العلم، لو بيتنا النية، نية الصيام لرمضان في كل ليلة، لكان ذلك حسنا. لكي نخرج من خلاف أهل العلم فنبيت إن شاء الله تبارك وتعالى النية للصيام الواجب علينا في فرض ربنا علينا بصوم هذا الشهر المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، نبيت النية في كل ليلة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمر آخر، فدلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة المرحومة ما تزال بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور، لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. وعليه فينبغي علينا أن نلتفت لهذا الأمر، وعلينا أيضا أن نلتفت إذا أذن لصلاة المغرب أو لصلاة الفجر أن لا يتمحك المؤذن شيئا من أجل أن يتثبت من دخول الوقت بزعمه، فهذا باطل، لأنه يفرض على الناس شيئا لم يفرضه الله تبارك وتعالى عليهم. والحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحا، لما كان في السفر فقال لبعض أصحابه رضوان الله عليهم انزل فاحدج لنا، يعني يجعل شيئا من التمر أو من السويط أو يجعل شيئا من الطعام في بعض اللبن من أجل أن يفطر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال يا رسول الله إن عليك نهارا، فقال انزل فاحدج لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له يا رسول الله ما زالت الشمس طالعة بعد. يقول له انزل فاحدج لنا، فنزل من أجل أن يهيئ الفطور للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار بيده الشريفة إلى المغرب صلى الله عليه وسلم، فقد أفطر الصائم. يقول الراوي ولو أن واحدا منا قام على الراحلة لتراءت له. كانوا في الصحراء في أرض مكشوفة بحيث إنه يستطيع أن يرى على الأفق البعيد وعلى مدى متطاول، فيقول لو أن الإنسان وقف على راحلته فنظر لرأى الشمس، لم تكن قد غربت بعد غروبا مؤكدا ببعض هذا الذي يتمحك به المتمحكون أن يقف على شيء عالم من أجل أن يرى هل غربت أم لم تغرب بعد، وإنما كان يراها الواقف على الأرض غاربة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هيئ لنا فطورنا صلى الله عليه وسلم، فيقول له مراجعا
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نفتقر والله إلى ذرة ولو ذرة واحدة منه. فاللهم آتنا يا رب العالمين حسن الخلق، وهيئ لنا يا رب العالمين من أمرنا رشدا. هو الذي أتى بالشرع من عند ربه، ومع ذلك إذا ما أمر يراجع فلا يغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول له انزل فاحبج لنا، هيئ لنا الفطور. فيقول له يا رسول الله إن عليك نهار، ومن الذي علمك أن الإنسان لا يفطر إذا ما كان النهار طالعا بعده؟ هو الذي علمه. فإذا ما دام هو الذي يقول فينبغي أن يطاع، ومع ذلك يأخذ الأمر بهذه الصورة ويعلم الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما أذن المؤذن بزعمه ولو قبل الأذان الذي قد سطرت مواعيده في تلك التقاويم، ولو أذن المؤذن في الفجر قبل ذلك ولو بدقيقة واحدة، فإنه يحرج أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تعلم أن الفجر الكاذب يكون من أعلى إلى أسفل، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان بلال رضوان الله عليه يؤذن بليل كما أخبر المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لا يمنعنكم أذان بلال من طعامكم وشرابكم، فإن بلالا يؤذن بليل. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى الفجر الكاذب المسمى عند العرب بذنب السرحان، والسرحان هو الذئب، يكون هنالك بياض قد اكتنفه وأحاط به في ذيل الذئب سواد من جانبيه، فرفع رأسه وخفضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أراد أن يصف الفجر الصادق وضع السبابة أو السباحة فوق أختها، ثم ذهب بها هكذا وهكذا، لأنه يبدأ من عمود الصبح كما هو معلوم ثم ينتشر في الآفاق. فهذا كان يؤذن عنده ابن أم مكتوم، فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تتعجلوا ولا يعجلنكم الأذان الأول في الفجر، عندما يكون هنالك أذانان، لا يعجلنكم الأذان الأول أذان بلال عن طعامكم وشرابكم. تقول بعض صحابيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، وكان يؤذن لدخول الوقت، فكانت تقول فكنا نحجزه نقول انتظر حتى نتسحر، انتظر حتى نتسحر، نحبسه حتى نتم سحورنا. هذا كان شأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذا الأمر علامة بيننا وبين أهل الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السحور بفتح السين، وهو ما يتسحر به، سماه الغداء المبارك. فكان يوما على سحوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى بعض أصحابه فقال هلم إلى الغداء المبارك، فأمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نتسحر ولو بجرعة ماء ولو بتمرة ولو بمزقة لبن، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا أن نلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فطورنا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفطر على تمرات، فإن لم يجد التمر فعلى حثوات من ماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي التمر كما هو معلوم سر بليغ جدا، وفيه من التقوية للبدن ما هو معلوم، لأن السكر الذي فيه سريع الدخول جدا إلى الدماغ، وحينئذ يذهب ما يعرض للإنسان الصائم من الضعف ومن زيغ البصر ومن اضطراب القوى،
في لحظات متتاليات بمجرد أن يأكل الإنسان تمرة، بل عندما يلوكها في فيه يحدث امتصاص جزئي لبعض جزيئات هذا السكر الموجود في التمر من الغشاء المخاطي المبطن للفم، فإذا ما نزل ذلك إلى المعدة وهي فارغة كان الامتصاص أسرع ما يكون. يقول العلماء من الباحثين في الطب إن ذلك لا يكون إذا كان ذلك مع طعام آخر، يعني إذا أكل الإنسان تمرا مع طعام آخر فإنه لا يكون كهيئته حين يأكل التمر وحده كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نتورط فيما يتورط فيه كثير من المبالغين في أمور لم يشرعها الشرع، وهي أنهم يسمعون أذان المغرب فلا يفطرون بمجرد أذان المؤذن أو قوله الله أكبر، لأن قول المؤذن الله أكبر إعلام بدخول الوقت، وليس الوقت الذي يؤذن فيه ليس الوقت الذي يؤذن فيه بخارج عن الوقت الذي يؤذن له، يعني هو يؤذن لدخول المغرب، فإذا أذن لدخول المغرب فبمجرد ما يقول الله أكبر فقد أعلن عن دخول وقت المغرب، وليس الوقت الذي يستغرقه الأذان بداخل في وقت العصر ثم يبدأ وقت المغرب بفروغه وفراغه من الأذان، فبمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر فأحبهم إلى الله تبارك وتعالى أسرعهم فطرا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى يعني من الصائمين أسرعهم فطرا، الذي يفصل بين ما فرضه الله رب العالمين من الصيام الواجب ومن الإمساك الواجب عن الطعام والشراب والشهوة وما يتطوع به هو من عند نفسه، هذا أمر آخر، إلا أن يكون مواصلا فله إلى السحر الأعلى، هذا شأن آخر ليس من شأننا نحن الضعاف المساكين، نسأل الله أن يقوي إيماننا أجمعين. إذن بمجرد قول المؤذن الله أكبر فقد حل للصائم ما يحل للمفطر سواء بسواء، فيأكل ويشرب ويأتي شهوته ولا حرج عليه، وإذن فيسرع ولا ينتظر كما يقول كثير من المبالغين في هذا الأمر حتى يتشهد المؤذن الشهادتين. من قال هذا؟ لم يقل بذلك أحد من أهل العلم، ولم يقل بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسارع في هذا الأمر ونفطر على تمرات كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فليكن الإفطار على جرعة من ماء كما كان يفعل إذا لم يجد التمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نصلي الفريضة ثم ينصرف الإنسان بعد ذلك لكي يأكل ما شاء الله. إلا أنه ينبغي لنا أن نعلم أن الصيام كما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس هو من الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام في حقيقته ليس هو الامتناع عن الطعام والشراب، فهذا أمر يمكن للإنسان أن يفعله حمية، يعني يفعله الإنسان حمية، يفعله الإنسان من أجل أن الطبيب أمره بأن يظل اليوم ممسكا عن الطعام والشراب لعلة في جوفه. وبعض أولئك الزهاد الذين يبالغون في الامتناع عن الطعام والشراب من أهل الهند والآخذين بتلك الرياضة المسمى برياضة اليوجا يظلون ربما إلى عدة عشرات من الأيام، ربما وصلت شهورا، ممسكين عن الطعام، والواحد منهم ربما تجرع جرعة واحدة من الماء على مدى متطاول، ولا يعد هذا صياما في دين الله رب العالمين، لأن الصيام إمساك عن أشياء مخصوصة في أوقات معلومة بنية مخصوصة كما هو تعريف بعض أهل الفقه له، فلا بد من وجود النية. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، وأمرنا الله رب العالمين في الحديث الصحيح القدسي المتفق على صحته فإذا
كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، يعني لا يعلي صوته ولا يجهر بالكلام ولا يظل في صياح وغلبة في هذا المجتمع الآسن بما فيه من تلك العلاقات التي تهرأت عفنا، ولكن فليحاول المرء، نسأل الله أن يعيننا أجمعين، فلا يصخب ولا يرفث، لا يتكلم بالكلام الفاحش ولا يعلي صوته ويزعق بقوة جماع قوة ما فيه، يظل النهار كله في جلبة وصياح وصراخ، والنسوة يتورطن في هذا الأمر تورطا ويقتحمنه اقتحاما، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله رب العالمين هو الذي أمرنا. فإذا ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فعلينا أن نجعل هذه البداية محطة أساسية، محطة رئيسة نقف عندها لكي نتأمل في علاقتنا، علاقتنا بربنا جل وعلا، وعلاقتنا بأنفسنا، وعلاقتنا بالدائرة الأولى من أسرتنا، ثم تظل الدائرة تتسع تتسع حتى تشمل المجتمع الإسلامي كله، ثم تتسع حتى تشمل العالم كله. فيراجع الإنسان نفسه، لأن الله تبارك وتعالى جعل الصوم محصلا للتقوى عند من يصوم حقا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الصيام مفروضا علينا لكي نحصل التقوى، أن نفعل المأمورات وأن ننتهي عن المحظورات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول محذرا ومنذرا: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يظل طوال النهار ممسكا عن الطعام والشراب وليس له شيء إلا هذا الجوع وهذا العطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب إلا النصب والسهر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، وهو الكذب مطلق الكذب، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، وفي رواية: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. والجهل هو ضد الحلم، أن يكون الإنسان سفيها في كلامه، سفيها في حركاته، سفيها في نظراته، فإنه حينئذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع هذا فليس لله حاجة في أن يدع، يعني في أن يترك طعامه وشرابه. لما يترك الطعام والشراب وهو مفطر عند رب الأرباب؟ بالحقيقة إذا ما ظل الإنسان طول النهار ناظرا إلى المحرمات في شاشات التلفاز ومقبلا على المزياع أو ما أشبه، يتسمع إلى الخنا ويقبل على الزور والكذب، فلما يظل النهار بطوله ممسكا عن الطعام والشراب وقد أفطر في حقيقة الأمر عند رب الأرباب؟ نسأل الله أن يرزقنا حقيقة الصيام. اللهم وفقنا يا رب العالمين لصيام هذا الشهر على النحو الذي يرضيه، اللهم وفقنا لصيامه على النحو الذي يرضيه، ووفقنا لقيامه على النحو الذي يرضيه، ووفقنا لقيامه على النحو الذي يرضيه، اللهم وفقنا لقيامه على النحو الذي يرضيه، اللهم ارزقنا فيه فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم ارزقنا فيه فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين وحب المساكين، اللهم أحينا مساكين وتوفنا مساكين، وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة المساكين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.